أنا اسمي حبيب حبيعة من بسكنتا في منطقة جبل لبنان. عمري سكر الإنسان 54 نصابنا بالكورونا بواسطة شخص إجا باللوك داون. مدامتي لقطتها قبلي، أنا لقطتها سوا لقطناها، بس هي تعبت قبلي، نزلناها إرجانس بالليل. ما في حدا تحكي معه، ما فيك تتواصلي مع حدا، يعني عذاب معاناة، وخاصة بالليل. بالليل ما أقدر نام كمان، وأنا تعبان، مش إنه تعبان، ما بقدر أتنفس، مجبور ويجبروني نام على بطني. 20 لتر أكسجين. بعدين بالعشرة 12 يوم الحمد لله بلشت أتجاوب يعني مع العلاج، صاروا ينزلوا لي شوي شوي لوصل لثلاثة لتر. هديك اليوم كنت بالجراج عم ظبط عربيتي، نزل على الدرج، محملوني إجري قلبت بنص الجراج، يعني عم في معاناه.